هل الذكر، هل تصفية القلب والروح تقدر تساعد ولادنا؟ كتير كتير تقدر تساعد ولادنا، تخلي ابنك أكثر سعادة وأكثر قوة نفسية على مواجهة التنمر، على مواجهة ألم مش قادر يعبر عنه. ساعد ابنك، ساعد ابنك من خلال ان هو يبدأ يكون له ورد ذكر صغير صغير، يعمله هو رايح المدرسة الصبح، يعمله هو رايح التمرين. الورد ده ما يزيدش عن 300 تسبيحة، 100 الحمد لله، وتقول له عدد نعم ربنا عليك وعيشها وتأملها، 100 لا إله إلا الله وتقول له حس بعظمة ربنا، 100 سبحان الله وقول له شوف جمال الكون حواليك وشوف إزاي ربنا خلى الكون جميل وعظيم. 300، التلتمية دي تاخد من ابنك وقت قد إيه؟ تاخد منه 5 دقايق بكتير، يعني 5 دقايق، وتدي له سبحة صغنطوطة كده شكلها لطيف، أو العداد السبحة العداد، أو تقول له عد على صوابعك، الأسهل لابنك. لكن التلتمية دول هيعملوا غسيل لقلب ابنك.